السلام عليكم ورحمة الله، معكم نور الدين في قناة نور إلكترونيك. اليوم كاين تلفاز 40 بوصة سامسونج سمارت. التلفاز يعمل ولكن يوجد فيه العطب في الباك لايت، الأضواء الخلفية. الشاشة تعمل جيدة من الأعلى، ولكن في الأسفل تصبح الشاشة سوداء. الإضاءة الخلفية الموجودة في الأسفل لا تعمل جيدا. العطب موجود في الباك لايت، المسطرات ديال الباك لايت. الحل الوحيد هو فتح الشاشة وإصلاح المشكل أو استبدال الباك لايت. هذه هي الطريقة الصحيحة لإصلاح العطب. يعني سوف أفتح إن شاء الله هذه الشاشة وسأبدل المسطرات كلها، لأن صاحب هذه الشاشة قال لي في المرة الماضية تم ترقيع الشاشة، ولكن الآن سوف أستعمل الليدات الجديدة. سوف أبدل جميع المسطرات حتى المسطرات التي تعمل. هذا هو شكل التلفاز من الداخل، كما تشاهدون شكل التلفاز. هذا هو شكله من الداخل. الآن سوف أبدأ بفتح هذه الشاشة حتى أصل إلى الباك لايت، وسأريكم طريقة كيف يتم استبدال هذه المسطرات بالطريقة الصحيحة في هذه الشاشة ديال سامسونج سمارت. الطريقة الصحيحة لرفع البالين سأريكم طريقة سهلة جدا، و كيف يتم رفع هذا البالين من هذه الشاشة ديال سامسونج بطريقة صحيحة. طريقة سهلة جدا، ترفع من الجانب أولا ثم من الوسط هكذا، وثم ضعه في هذا المكان كما تشاهدون. هذه الطريقة الصحيحة لرفع البالين. سوف أبدأ بفتح هذا البالين حتى أريكم الباك لايت التي هي متضررة جدا في هذه الشاشة. كما قلت لكم، هذا الموديل ديال 2010 2011 2012، الموديل ديال سامسونج. يعني الليدات ديال الشاشة أصبحت متضررة جدا. الآن سوف أبدأ بتجربة هذا الباك لايت. سأشغل هذه الشاشة حتى أريكم الباك لايت المتضررة، لأن في الصورة لا تظهر جيدا، وهنا سوف تظهر الباك لايت غير صالحة. كما تشاهدون أربع مسطرات لا تعمل، كما تشاهدون يعني ثلاثة مسطرات ديال الباك لايت هي التي تعمل كما تشاهدون هنا في الآلة. يعني سوف أبدأ بنزع المسطرات كلها، لأن أصبح لأن هذه الشاشة فايت. يعني في المرة السابقة تم إصلاح هذا المشكل، ولكن تم ترقيعها فقط، استبدال مسطرة واحدة فقط. والآن سوف أبدأ باستبدال جميع مسطرات الباك لايت. يوجد فيها سبعة ديال المسطرات. سوف أبدأ الآن ب تجربة هذه المسطرات حتى أتأكد من هي التي سببت المشكل. هذه المسطرة في الأسفل لا تعمل كما تشاهدون. هذه التي سببت المشكل، هذه تعمل جيدا أيضا، الأخرى أيضا. يعني جميع المسطرات تعمل إلا هذه المسطرة في الأسفل لا تعمل كما تشاهدون. هذه هي المسببة لهذا المشكل. هاد الليدات ديال الديودات الليدات ديال هاد المسطرات يعني تعمل على التوالي. يعني عندما تقطع، يعني عندما تكون ليدة واحدة لا تعمل،
فالفولتية لا تصل إلى بعض الليدات كما يقع كما تشاهدون الآن. أبدأ بقياس هذا الباك لايت، كلها تعمل إلا واحدة في المقدمة ديال هذا المسطرة، يعني المشكلة في ليدة واحدة فقط، ولكن سوف أبدأ بنزع جميع الليدات لأن صاحب التلفاز يريد أن يستبدل جميع الليدات بليدات جديدة. وهذه هي الطريقة الصحيحة لإصلاح هذا العطب، لأن إذا تم ترقيع هذه الشاشة سوف تعمل مدة شهرين أو 3 أشهر فترجع نفس المشكلة، نفس العطب. الحل الوحيد هو استبدال جميع الباكلايت. كما تشاهدون هذا الباكلايت متضررة جدا، ولو هي تعمل ولكن لن تدوم كثيرا. يعني الحل الوحيد هو استبدال الباكلايت. سوف الآن أضع باكلايت جديدة وسأستبدلها إن شاء الله. هذه هي الباكلايت الجديدة، سوف أركبها. الباكلايت من نوع ديال الألومنيوم، يعني تمتص الحرارة جيدا. هذا النوع ديال الألومنيوم جيدة لهذه الشاشات كما تشاهدون. يوجد فيها كثير من الليدات كما تشاهدون، يعني تقريبا 7 ديال المسطرات، وتعمل تقريبا ب 250 فولت تقريبا ديال في الباور سبلاي ديال هاد التلفاز. كما تشاهدون الليدات أصبحت شغالة جيدا الحمد لله، تم إصلاح المشكل. الآن سوف أبدأ بجمع هذه الشاشة. تم استبدال جميع الباك لايت كما شاهدتم. الطريقة الصحيحة لتركيب البالين كما تشاهدون طريقة جيدة، طريقة سهلة جدا لتركيب البالين، لأن هناك بعض الناس لا يعرفون حتى يركب هذا البالين في مكانه. يأتون عندي بعض التقنيين وبين قد ضر بالشاشة ويقولون كيف يتم تصليح هذا المشكل ديال البالين، ولكن البالين لا يصلح إذا تم تكسير البالين أو قطع بعض الكفات الجانبية أو تكسيرها، لأن العطب ديال البالين صعيب بزاف يعني حتى يتم إصلاحه. اللهم يكون إنسان حذر في إصلاح هذا المشكل ديال الباكلايت. أنا سوف أبدأ بجمع جميع أجزاء هذه الشاشة بطريقة سريعة جدا باش حتى نربح الوقت في هذا الفيديو، لأن يعني هذا الفيديو ديال الباكلايت يتطلب الوقت تقريبا شي 45 دقيقة أو نصف ساعة، ولكن أختصر هذا الفيديو تقريبا ب10 دقائق حتى لا أطيل على المشاهدين في هذا الفيديو. وشكرا لكم مشاهدين ديال قناة نوري إلكترونيك على مشاهدة القناة والتفاعل مع القناة ديال إصلاح الأجهزة الإلكترونية. لمن هو جديد في هذه القناة، من أراد أن يشاهد الفيديوهات الجديدة فعليا أن يشترك في القناة ديال نور إلكترونيك ويفعل الجرس حتى يصله الجديد في هذه القناة. كما تشاهدون التلفاز أصبح يعمل جيدا، كما تشاهدون التلفاز يعمل، لم يعد هناك أي مشكل في الصورة لهذه الشاشة.
الصورة أصبحت جيدة. اعمل لايك لهذا الفيديو إذا أعجبك هذا الفيديو، واشترك في القناة، وشكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.